السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال واحد الأخطاء اللي هي سبعة، الحقيقة هي سبعة أخطاء تؤدي إلى فشل مشروع تربية الأرانب. إذن أول خطأ وهو عدم تحصين الأرانب من التسمم الدموي والتسمم المعوي. التسمم الدموي كما سبقت الإشارة أنني هضرت عليه واحد بزاف ديال الفيديوهات، وهو فينيبخافاك. فينيبخافاك وهي واحد الإبرة اللي ممكن أننا نعطي، إلا ما عطيناهاش الأرانب ديالنا ممكن أنهم يموتونا، لأن هذا التسمم الدموي ضروري كيجي مرة في العام. الشهور اللي كيجي فيها كاين 3 6 و 9، هادو معروفين بالتسمم الدموي. إذن ضروري من تحصين ضد التسمم الدموي والتسمم المعوي. التسمم المعوي ممكن أنكم ديروا واحد الدواء رخيص كيدير 10 دراهم سميتو هيبارينول. إذن هذا هو الخطأ الأول، وهو عدم التحصين. ضروري أننا نحصنوا الأرانب ديالنا من الأمراض اللي ممكن تجيهم على طول السنة. إذن هذه رقم واحد. رقم اثنان وهو الفرحة ديال المربي. سمو كدير كتخليه أنه يتكلم، كتجعله أنه يتكلم على ذلك المشروع، على ذلك النجاح ديال المشروع مع ناس أخرين. ممكن يعني الحماسة ديالو أنه يجيب شي واحد يعني غريب ويدخلو على الأرانب ديالو. ممكن أن الأرانب كيقولوا كيتصابوا بالعين، وهي ماشي كيتصابوا بالعين، وإنما الأرنب راه كيخاف من الغريب، كيخاف من الناس، كيخاف من الرائحة ديالو، ولو يكون يعني في قلبه الرحمة، ولا يكون طفل صغير، يعني طريف صغير انتم تقولوا ما غاديش يعين، ولكن هما الارانب كيخافوا من الغريب. اي واحد غريب كيخافوا منه، ايا كان كيخافوا من المشيه ديالو، من الرائحه ديالو، من الصوت ديالو، كيتبدل عليهم الصوت ديال المربي ديالهم، صافي كيتلفوا، كيبداو يموتوا يعني واحد تلو الاخر. اذا هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه وهي طريقة التعامل مع الأمهات. فإذا كان المربي لا يعرف يعني طريقة الجص، من الأحسن لا يقوم بهذه العملية، ما خصوش يقوم بها، لأن يمكن أنه يقتل الأجنة بالضغط عليهم، الضغط الخطأ يعني. ما غاديش يعرف. اللهم زوجوا الأرانب ديالكم وما تقوموش بعملية ديال الجص. إذن هذه رقم ثلاثة. رقم أربعة وهو نقوله كانت واحد الأرنب عندنا حاملة، وعطاها المربي للذكر، وأنها تزوج مرة أخرى، يعني اسمه غادي يحدث واحد الخلل في الحساب، بحيث أن الأرنبة غادي ترمي الأجنة ديالها باش تساعد الحمل الثاني. يعني الا المربي بقى كيدير هذه الطريقه هذه بزاف المرات، ما غاديش يفهم هو علاش ما كتصدقلوش التربيه، وهي راه خطا في التدبير. يعني خاص المربي يكون فاهم اش كيدير. اذا هذه نقطه. نقطه اخرى وهو في عمليه التزاوج يجب على المربي احضار الانثى للذكر وليس العكس، لان الذكر كيقوم برش السائل المنوي ديالو في المكان، وكل رائحة قوية أكثر يعني ممكن أنها تأثر على الأنثى أكثر وتجعلها تطيعه وتستجيب له. إذن هذه النقطة. نقطة أخرى، لا يجب أن يكون ذكرين بتاتا، ذكرين بالغان في نفس المكان، لأننا سواء في الأقفاص، يعني بحال هذا القفص اللي راني داير، يعني عازل هانتوما درا ذكر وحتى هذا ذكر، ولكن راني عازل كل واحد بوحده، راه كل واحد عنده البيس ديالو بوحده، سواء في الاقفاص سواء في التربيه الارضيه. هي غير ملي يكونوا صغار ماشي مشكل، حدهم يوصلوا 3 شهور ضروري عمليه العزل والفصل. الا مشيتوا خليتوا جوج ارانب في نفس القطيع
كنا متأكدين أن هذه راه خطأ كبير كيوقعوا فيه غالبية ديال المربين. إذن سابع نقطة وهي الأخيرة إن شاء الله، لا يجب مزاوجة الإخوة. علاش؟ لأن شحال واحد في لي كومونتير قالوا لي راه حنا كنزوجوا الإخوة وما عندنا حتى لا مشكل لا والو. فعلا غادي شي تلقاو حتى مشكل، ولكن غادي يلاحظوا في الخلفات اللي جايين أول حاجة ما كيعطيوش العدد، أول حاجة. ثاني حاجة هذوك الخلفات ضروري ما كيحدث فيها تشوهات، يعني بلا ما نقولوا يعني النوع ديال التشوهات، ولكن هذوك التشوهات كيخليو المربي كيولي ما قادرش يبيع، ممكن انه يبيع يديه للسوق غادي يديه هو مثلا ناقص عنده ودان ولا ناقص عنده شي حاجه الله يسر. المهم احنا ما كان نعيبوش في الخلق ديال الله، ولكن شنو السبب اللي كيؤدي لهذاك يعني المشكل ديال التشوهات الخلقيه، وهي مزاوجة الإخوة. كنا متأكدين أن هذه القضية ديال مزاوجة الإخوة ويعني المشاكل اللي كتبرز عليها من بعد سمو كيوقع أنها كتولي وراثية، يعني كاع داك النسوات اللي نتوما شديتوهم وزوجتوهم وكبرتو نسوات أخرين وعطاوكم عاوتاني وحدين أخرين يعني خلفات أخرين كتولي قضية وراثية. يعني هذا خطأ هو شائع بين المربين، ولكن راه في الحقيقة خطأ خاص المربي يتجاوزه، هنا خطا كبير كيولي عندك واحد القطاع. يعني انت هي كتقول مال علاش انا بالذات اللي عندي تشوهات خلقيه، علاش انا بالذات اللي ما عنديش يعني الارنبه كتجيب لي مثلا 16 ولا 14 ولا ديما كتلقى 3 2، علاش؟ هذا ناتج على مزاوجه الاخوه. حاولوا انكم تداركوا هذه السبع اخطاء، كنظن انني نلخصها في واحد، يعني ما بغيش نطول عليكم، فيديو راه قصير ولكن راهم مهمين ومهمين بزاف. حاولوا تداركوهم، لان قداش ما كان يعني النجاح ديال المشروع، يعني كيفاش كيكون النجاح ديال المشروع؟ كيكون بالذكاء ديال المربي، وما فيها باس انكم تتفرجوا بحال هاد الفيديوهات سواء عندي سواء عند واحد اخر. المهم انكم تفهموا شنو هي تربيه الارانب. هي تربيه الارانب سهله، ولكن خاص يكون عندكم بعض المعلومات يعني كبدايه على المشروع ديالكم. كنظن انني توفقت انني نشرحهم لكم في هذا السبع الاخطاء. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه قضيه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، وكنرحب بالتعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.